اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. كريم بيبرز راح البدرشين وتابع هناك في محافظه الجيزه الجهود اللي بتعملها مبادره حياه كريمه لتمكين السيدات وايضا تاهلهم للانتاج في الحرف اليدويه والتراثيه علشان يقدروا يوفروا دخل ليهم من خلال هذه المشروعات. خلينا نشوف يعني كريم نقل لنا ايه من الجيزه في مبادره حياه كريمه ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية وتأهيل الأسر الأولى بالرعاية لفت محافظات كتير وإحنا النهاردة منها في الجيزة وتحديدا في البدرشين. الحقيقة أنه هنا في مركز استدامة لتنمية المرأة المصرية وتمكين المرأة الريفية، في ورش كتير جدا وفي طرق كتير جدا لتطوير المرأة المصرية ولكن كمان تطوير الأسرة بشكل عام. هنشوف دلوقتي ازاي المركز هنا بيوفر ده للمواطنين وازاي كمان مبادرة حياة كريمة قدرت ان هي مش بس تعمل البنية التحتية او الانشاءات لكن كمان تبني الانسان. يلا بينا. ومعانا دلوقتي الاستاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسه صناع الخير هيكلمنا بشكل اكبر عن المركز ونشاطاته اللي موجوده فيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك صباح الخير على مصر. عايزين نتكلم عن نقطه مهمه في البدايه، يعني ايه استدامه وايه اهميه الاستدامه دي من وجهه نظركم؟ قطاع الاستدامه بالنسبه لنا كان قطاع ابتدينا نشتغل عليه ونعمل له دراسات في كل محافظات مصر. يمكن حضرتك النهارده متواجد في مركز استدامه لتنميه المراه الريفيه في البدرشين في محافظه الجيزه. ده كان بالنسبة لنا موضوع مهم جدا ان احنا ازاي نعمل استدامة وتنمية اقتصادية للناس هنا المرأة الريفية. حضرتك شايف النهارده احنا جايبين منتجات اسمها منتجات اخميم من سوهاج، جايبين مدربين اللي بيدربوا الحرفة دي، ازاي بنعمل احياء للحرفة دي وازاي كمان بنطورها وبنخليها في محافظات اخرى. طب خلينا نتكلم عن المركز بشكل عام، هو مركز تنمية وتمكين صح؟ مزلوب. طب ايه هي الطرق اللي بننمي بيها وبنمكن بيها سواء كانت المراه، وهل هي للمراه فقط ولا للاسره بشكل عام؟ هو طبعا احنا هنا مهتمين بالمراه لان المراه هي الاسره بالنسبه لي، هي المراه هنا بتعول اطفال وما عندهاش عائل للاسره، فده بالنسبه لي حاجه مهمه. بعد ما ضربهم وبعد لما مكنهم وبعد ما اعلمهم هبدا كمان النورات دي اوديها بقى لحد بيوتهم، اقول لها اتفضلي النور عندك جوه البيت اشتغلي وانا كمان هساعدك ان انا اسوق لك المنتج ده واجيب غيرهم وابدا ادرب تاني. يعني انا مش هبقى مكتفي بالعدد اللي معايا، لا انا هدرب ده واودي لها النور لحد البيت تشتغل بيه، اسوق المنتج، اجيب حد غيرها كمان اعلمه. يعني اذا احنا جينا نتكلم انه الهدف الرئيسي اللي احنا عايزين نوصل له هي ليس تمكين المراه فقط ولكن تمكين الاسره وتنميتها بشكل عام، هدف اولي وليس نهائي. كلمني بقى عن الاهداف بشكل عام والمشاريع المستقبليه تاني. طبعا هو بالنسبه لي الاسره المصريه بالنسبه لي الدور اللي انا بلعب عليه دايما في كل محافظات مصر، ان كان الحمد لله بشتغل في كل محافظات مصر حتى المناطق الحضريه. انا مشروعاتي او قطاعات اللي انا مهتم بيها قطاعات كتيره جدا، ان انا بعمل سكن كريم، ان انا بعمل قطاع صحه، ولكن موضوع دايما التمكين الاقتصادي والاستدامه هو دور انا لازم العبه كمجتمع مدني. المركز ده مش هيبقى اول مركز، هيبقى فيه زيه حوالي 10 في اكثر من محافظه. انا ان شاء الله بكمل ده يعني في محافظات، وهبدا كمان كل فكره جديده بتيجي معايا او ان انا ازاي احيي بيها حرفه تراثيه داخل مصر او ان انا اطلع المنتج ده كمان بره، وده اللي بشتغل عليه دلوقتي، وان انا اطلع المنتج ده ويبقى صنع في مصر في الدول سواء العربيه او الاوروبيه. فده بالنسبه لي هدف حتى مش لمؤسسه صناع الخير بس، لمصر كلها يعني. طيب يعني حضرتك حسب كلامك كده احنا هنا زي ما حضرتك قلت المركز هنا ليه اكتر من نشاط، مش بس حرف يدويه، في كمان محو اميه، في تحفيظ قران، في مثلا الكمبيوتر. هل ده برضو بنقول ان احنا بنعلم المراه بس، ولا مثلا ممكن يبقى الاطفال يجوا، الشباب الصغيرين، في مثلا كورسات للرجال؟ يعني الخطوات بتبقى ماشيه ازاي؟ هو يمكن مثلا تعليم الكمبيوتر والقران الكريم ما بيقتصرش على المراه بس، لا، في عندنا شباب وبنات واولاد بيجوا يتعلموا ده، وده متاح لاي حد. انما بالنسبه للحرف اللي حضرتك شايفها دي واللي هو النولاد دي بالنسبه لنا هنا للمراه الريفيه، فلازم ابقى انا واقف جنبها كمجتمع مدني وكصناع خير، ولازم ابقى داعم ليها، وفي نفس الوقت انا بعلمها حرفه وبعمل احياء للحرفه دي. وبرضه حابب اشكر يمكن دكتوره نيفين كباش وزيره التضامن الاجتماعي، لان هي فعلا داعمه جدا لكل المجتمع المدني وصناع الخير والقياده السياسيه، لان برضه من غيرهم بصراحه ما كناش هنعرف نشتغل الشغل اللي احنا عاملينه على الارض.
معانا دلوقتي الاستاذه نورة العقبي وهي مديره مركز الاستدامه بشكل عام. هنتكلم بقى عن جزء جوه المركز وجزء من النشاطات، تعالوا نتعرف عليها سوا. اهلا بحضرتك استاذه نورة. استاذه نورة، يعني دلوقتي جزء من النشاطات احنا قلنا هو اساسا تمكين المراه، ايه اللي احنا فيه دلوقتي واشرحيه لنا اكتر وتتعامل ازاي مع السيدات هنا؟ مشروع المركز الاستدامه بيعتبر في الاساس هو مركز تدريب، بناخد السيدات بيتدربوا معانا من حوالي من 3 الى 5 شهور، بقدم لها كامل الخيوط والنسيج وبتشتري منها كامل الانتاج، ويعني هي تقريبا ما بتكلفش اي فلوس، حتى النول نفسه مش محتاج حتى استهلاك كهرباء عندها يعني في البيت. حتى النول نفسه هي بتاخده مجانا والخيوط مجانا، وبنشتري منها الانتاج بتاخد عليه مصنعيه يوميه، وده حسب قدرتها على الانتاج، من القطعه ممكن توصل لاكثر من 10 قطع في اليوم. يعني مبدئيا ممكن السيده يكون دخلها الشهري ما بين 2000 الى 4 و 5000 شهريا. طيب هل السيده المشاركه في جزء من النشاطات اللي موجوده هنا في المركز تقدر تشارك في حاجه تانية؟ يعني هي في الانوال هل تقدر تشارك مثلا في محو الاميه؟ طبعا كل الانشطه متاحه لاي حد، ده في الاساس اصلا هم يعتبر المركز منظومه متكامله بتكمل بعضها، لان انا السيده اللي لو هي مش عارفه تقرا وتكتب بعد كده هيبقى في حسابات بيني وبينها ازاي هتعرف تدير مشروعها. بعد كده كمان انا بقدم لها ندوات ارشاد تربوي وبقدم لها ندوات لاداره مشروعها بعد كده كمان عشان تعرف تتعامل وتعرف انتاجها هيزيد امتى وهتعرف تستفيد من مشروعها ازاي. طيب يعني احنا الفتره الجايه كمان يعني كان في اكتر من مبادره بشكل عام، حتى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادره تحضر للاخضر عشان التنميه البيئيه بشكل عام، وكمان في مؤتمر مناخ جاي، هل المكان هنا صديق للبيئه ولا لا، وازاي صديق للبيئه؟ طبعا ان هنا حضرتك مش شايف في اي، انا اولا قلت لك ما فيش استهلاك اي كهرباء، ما فيش اي مواتير، كل الشغل عباره عن شغل يدوي، بالاضافه طبعا للهدف الاساسي كمان ان هي تنميه المراه واحياء الحرف التراثيه، وده يعتبر حلقه في سلسله ابتدتها مؤسسه صناع الخير بدءا من محافظه اسوان ووصولا الى محافظه الفيوم لمصنع النسيج السجاد اليدوي ووصولا الى هنا مصنع الانتاج اليدوي. بصراحه جوزي كان رافض موضوع الشغل ده تماما، ان انا اعمل اي حاجه، مع ان يعني هو ارزقي شغال على الله، معايا 4 اولاد، كنت في يوم راكبه في المواصلات وحد من الجيران قال لي على المشروع ده، فعلا انا اول اسبوع دخلت فيه حسيت ان النول سهل جدا، فعلا اقنعت جوزي ان انا نيجي لمده 3 شهور وبعد كده هم يسلموا لنا النول في البيت وكل حاجه هتبقى بالنسبه لنا في البيت، وهم ياخدوا مننا الحاجات والمنتجات يسوقوها بمعرفتهم. بس فعلا يعني مؤسسه صناع الخير عملوا معانا مجهود كبير قوي وجايبين لنا مدربين شاطرين جدا، وبصراحه مسهلين لنا الدنيا على الاخر. اتعلمت كل حاجه في النول، يعني انا ممكن انا قاعده على النول هنا حوالي بتاع شهر، قاعده بالظبط ليا شهر حاسه ان انا قاعده ليا سنه، بعرف انزل التقلات، بعرف اركب الخيط لوحدي، بعرف افك لوحدي، بعرف ادخل المكوك لوحدي، بعرف اعمل فيه كل حاجه، مفيش خطر ما بعرفش اعملها فيه. وده برضو الفضل يرجع للاول والاخر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو اللي عامل لنا المبادره دي مع صناع الخير ومع المؤسسه هنا، وبصراحه ربنا يبارك له في كل حاجه هو بيعملها. شفنا مع بعض الجزء الخاص بالانوال، وده زي ما قلنا ان هو جزء من المشاريع الخاصه بالاستدامه. هنشوف دلوقتي باقي المشاريع وازاي الناس بتستفيد بيها. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عصام عبد الرحمن، حضرتك يعني ممكن تدينا فكره بشكل اكبر عن هذه المشاريع داخل المؤسسه، يعني في محو اميه، في كمبيوتر، كلمنا عن ده شويه. احنا موجودين دلوقتي داخل مركز استدامه في القسم الخاص بمحو الاميه الالكترونيه ومحو الاميه الابجديه ورفع الوعي بالقضايا العامه. اللي موجودين دول طيف متنوع، في الاساس السيدات اللي بيشتغلوا على الحرف هم المستهدفات، لكن كمان استدامه موجود في قريه اللي هي نزله الشوبك، فالمركز بيقدم خدمة مجتمعية، عشان كده استهدفنا ان احنا نعمل محو أمية أبجدية، وبنتوسع مش بس على قد السيدات اللي بيشتغلوا على الأنوال وإن كان ده هدفنا الرئيسي، لكن أيضا بنفتح باب المركز لكل سيدة وكل بنت تخلفت عن التعليم داخل القرية والقرى المجاورة انها تتعلم القراءة والكتابة. بنحاول كمان واحنا بنقدم الخدمة
ان احنا نبقى متوسعين قدر الامكان، مستوعبين لاكبر عدد ممكن يوصل لنا ان شاء الله باذن الله. يعني احنا بندعو بقى صباح الخير يا مصر انكم تكونوا معانا في استقبال يعني دفعات جديده في الفترات الجايه ان شاء الله باذن الله، والاحتفال بتخريج دفعات من المركز. انا كان عندي خبره عن الكمبيوتر الى حد ما، بس ما كانتش الخبره الكافيه اللي تخليني اعرف اشتغل او اعرف اخد اي حاجه. فانا جيت هنا لقيت متوفر كورس كمبيوتر ICDL، فبدات مع استاذ ابراهيم شعبان وهو شغال معانا بيعلمنا واحده بواحده وبيدربنا عملي وكمان نظر. انا هكمل لحد ما الكورس يخلص كله، لحد ان شاء الله ما استلم الشهاده، وهتعلم كمان عمل لان ده هيفيدني اكتر، ولو في حاجة تانية تمام هكمل معاهم. وطبعا هقول للناس على الخبرة اللي انا خدتها من المكان عشان طبعا يجي يستفادوا. انا ما كنتش حافظة اي حاجة في القرآن، الحمد لله البركة في المؤسسة اللي علمتني القرآن، وان شاء الله في نحو 100 اتعلمت حاجة كتيرة، والميز بتاعتنا بتشرح لنا الاحكام والازهار، الحاجات اللي هي مخفيه عنا خالص ما كناش بنعرف عنها حاجه. بطلع برضو بقول لجيراني والجنبيه، بقول لهم تعالوا المركز كويس ونحفظ، واللي يعني اللي قاعد في البيت بدل قاعده في البيت ملهاش لازمه، بنضطر نقول لهم يعني تعالوا وندعيهم انهم يجوا يحفظوا معانا.